25 بصري. دائما وابدا خليجي 25 بصري. 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 ويا المزارعين خليجي 25 ويا بصري. ملعب الشعب خليجي 25 خليجي 25 بصراوي. خليجي 25 بصراوي. خليجي 25 بصراوي. خليجي 25 بصراوي. خليجي 25 نحييكم أجمل تحية. خليجي 25 بصراوي، علامتنا اليخت الرئاسي في البصرة الفيحاء، بلقاء الأشقاء للحديث عن العرس الكروي في هذه الأيام الجميلة التي وصلنا إلى مشارف النهاية مع وصول المنتخبات الأربع إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج 25. يسعدني أن أرحب بضيوفي لحلقة هذا اليوم كل من سعادة سفير سلطنة عمان في العراق السيد حامد بن أحمد بن عقيل بن عيدوس، متشرفين بحضوره في برنامج كورة. حياكم الله وأهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا أخي علي، أشكركم على الدعوة الكريمة بحضور هذه كوكبة من النجوم الكرة العربية العراقية العمانية من البحرين، وإن شاء الله تكون إضافة إن شاء الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بك، وأيضا معي نجم الكرة العراقية الكابتن علي حسين رحيمة. مرحبا بك كابتن. حبيبي كابتن، أهلا وسهلا. حياكم الله. شهاديك الكرام وكل أخوان نجوم، ونرحب اليوم سيادة السفير وعورنا اليوم. أيضا معي نجم الكرة العمانية الكابتن يونس أمان. مرحبا بك كابتن. مرحبا مرحبا. حياك الله. مرحبا. مية هلا مية هلا. كل الهلا لكم.
كل الهلا بيكم. صح، عاد سعادة السفير يحكي كلمات عراقية لو انت بأسبوع تعلمتهن. هو من شفته وهو يتكلم معي الظفاري. لكن يعني ما شفت عنده ما انا عراقي. هلا بيكم سعادة السفير، شرفتنا وتواجدك معنا اضافة لنا واضافة للبرنامج، وانت طبعا اخ عزيز وصداقة وزمالة ودراسة، فقلت لازم اجيب شيء هديه اقل شيء تمثل عمان وتمثلنا جميعا ان شاء الله. وايضا معي نجم الكره العراقيه الكابتن حبيب جعفر، مرحبا بك كابتن حياكم الله. مرحبا حسين، تحياتي لك ولا جميع المشاهدين الكرام ولا سعاده السفير، شرفنا بك. والزميل الاعلامي البحريني فهد عبد الرحمن، حياكم الله فهد، اهلا وسهلا بك. اهلا اهلا علي، ارحب فيك وارحب بسعاده السفير ضيفنا في هذه الحلقه والاخوان. يمكن انا صدمتني علي يوم قلت شرفنا على الانتهاء، انا حاسس انه بفقد عائله والله العظيم، فالله يعيننا من بعد البطوله. الله يعيننا باخر ليله بهذا البرنامج. أيوة أيوة كابتن. اي والله. وسيكون معي ضيوف اخرين، كل من مراسل قنوات الكاس الكابتن صلاح السعدي، وايضا سيكون معي علي شهيم المسؤول الاول عن ملف اللاعبين المغتربين في الاتحاد العراقي لكره القدم. هذا ما لدينا اليوم، نتابع بالبداية جدول مواجهات نصف نهائي بطولة كأس الخليج. الفنان فائز العبد الله رحومي في جولة داخل فندق الشيراتون على كورنيش البصرة. السلام عليكم. اليوم راح اخذكم نشوف كم ضيف من ضيوف العراق، وايضا اذا لقينا من نجوم العراق كرة القدم ايضا نلتقي بهم ونسلم عليهم ونشوف اخبارهم ونشوف احوالهم. ابو صقر يعني نجم الفريق الكويتي السابق والحالي ايضا، نجم الاعلام ونجم الفريق الكويتي السابق، حي الله. الله يحييك الله بالبصرة. وانا سعيد وفخور اني موجود في هالديره الجميله، هالديره الدافئه اللي حبيناها، واحنا ما وطأت قدمانا الا متاخر للاسف الشديد، لكن تاتي احسب تكون متاخر احسب تاتي. ابو صقر انت جاي البصرة قبل؟ والله أول مرة جيت سنة 2021 ولا 23، شلون لقيتها؟ البصرة غير، أصبحت غير، يعني كان في فترة من الفترات كنت أنا أنادي وناشد أقول يا جماعة البصرة تستقبل زوارها وأبناء الخليج وإلى آخره، وبالتالي ما يليق هذا الوضع اللي موجود أمامنا إنه حق أبناء الخليج. وللأمانة تفاعلت المحافظة مع الحدث اللي تكلمنا عنه، وسيد المحافظ ما قصر جزاه الله الخير وعد. وايضا تعالي 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 اي عرفي بنفسك. سجاد عصام مصور المنتخب العراقي. سجاد شنو البارح صورت؟ قول هو اي صورنا والله والله وكل صور خاصه طيناها تمر. تسلم لي. بيوم المطر صار بيك سجاد؟ والله طلعنا اشياء حلوه بيوم المطر تخبل. احنا هدفنا ننجح البطوله، لان البطوله تدري ببلدنا واول مره ننظم بطوله بعد سنين طويله جهود، يعني تدري هواي عالم اشتغلت هواي عالم تعبت على مود هاي البطوله تنجح بالعراق. شلون شفت تفاعل الناس ويا المباريات؟ شنو المباراة؟ بعد شك وبعد اكثر من هاي الشهاده مجروحه. العراق من تشوف برا بالخارج بالعالم، احنا نروح برا نطلع برا، انا وايد دول اجنبيه طالع وايد بطولات، بنشوف اثنين يتعاركون على دفع الحساب قول ذول عراقيين. عليه وعليك مين يقبل؟ العراق كريم. اليوم اهل البصره اللي سووه ما حد مسويه. يعني وصلت مرحله هم المواطن خافك واحد يركب الموج الجديد، بس المواطن يسوي سيطره بالشارع ياخذ السويش مال السياره يحفول لك بنزين. عرف اول مره نتعرف فيك. حياك. عنده مباريات كبيره وان شاء الله نوصل للشيء اللي احنا نريده باذن الله. البصره جاهزه وفق الروحيه شفتها تسوي لنا بطوله كاس اسيا؟ والله شوف البصره جاهزه، انا اللي شفته قبل جيت القرعه
شفت العمل ما بعد القرعة، أنا أتوقع أنهم يقدروا يستضيفوا معنا. نجم الكرة البحرينية علاء حبيل في جولة من بغداد العاصمة بغداد الحبيبة، ينقل انطباعاته عن بطولة كأس الخليج مع مراسلنا الزميل أحمد العطواني من هناك. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني للأمانة أن بغداد أمن وأمان أول شيء، وثاني شيء فيها يعني للأمانة السياحة يعني المميزة، يعني بالنسبة لي أنا يمكن غريب عن هاي المنطقة أول مرة أزورها، بس يعني للأمانة رحت أماكن فيها أشياء حلوة وايد يعني للأمانة. إحنا اليوم متواجدين في مدينة الشعلة، مدينة شعبية مو مركز العاصمة، يمكن شلون شفت الأجواء بها؟ والله الأجواء أنا متعود عليها، يعني نفس ما أجواء البحرين يعني للأمانة، مع صاحبي طبعا كرار وطي وهاي الامور، وعندي مع من ضمنها اللاعبين اللي كانوا وياي لعبوا في البحرين والمدربين اللي كانوا في البحرين وفي العراق، يعني طبعا كل زياراتي لهم وقعدات معهم وهاي الامور. يعني شلون الاجواء مع عائلة الكابتن عبد الامير؟ طبعا الحمد لله يعني ما قصروا كلهم خير، يعني الأمانة يعني على الضيافة وعلى امور تخلص مع اموري، يعني في كل نواحي مثلا من الزيارات من الاماكن، تعرفة الاماكن اللي يعني والتوجه هاي الامور وزياره الكباتن ككل. يعني والله اربع الفرق اجدر بالوصول لنهاية الامانه، يعني مباريات راح تكون اكيد قويه بالنسبه الى المنتخب العراقي يلعب على بين الارض وجمهوره، يعني مع المنتخب القطري الحيوي يعني الشاب، يعني الامانه فريق شاب، ونتمنى ان شاء الله منتخبنا اليه الفوز في هاي المباراه. ننطلق من عين فراش وعين غطا، واكيد يعني احنا عشنا في البحرين فتره طويله، وهذا بسيط يعني شيء بسيط نرد لهم الجميل اللي قاموا به الواجب، احنا كنا بضيافتهم اكثر من 10-12 سنه هناك طويله، هو اخ وعزيز صديق علينا ونجم كبير، يعني فخامه الاسم تكفي على حبيب. حياكم الله، ينضم معي صلاح السعدي مراسل قنوات الكأس، حياك الله. حياك الله، مساكم الله بالخير. البارحة على أساس يمنا ضيف. أول بارحة على أساس يمنا ضيف. أنا موجود بقلبكم. الله يحفظك. صح ولا لا؟ محمد السعدي قال لي صلاح من يمشي؟ أي واحد يقول له تعال يا يروحوا يعني ينسى الموعد. أنا على طول رحت مع القلوب، يعني قلوب العاشقين هنا الموجودين في البصرة والعراق كافة. فيسعد لي مساءاتكم ومساء الجميع، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. علي شهيم زميلنا والمسؤول عن ملف المغتربين، حياك الله أستاذ علي. أهلا وسهلا بك. أخوة بيهم. اليوم أغلبية عمانية في برنامج كورة، ثلاثة عمانيين واحد بحريني، وهاي بالصدفة صارت، يعني ما مرتبة. فيا فهد، بما أنه الأغلبية عمانية وأنت اليوم أقلية فلازم أعطيك حقك كامل. إلك خويا، إلك سالف. بس سالف واحكي بقوة. طبعا احنا اول شيء نرحب سعادة السفير، نتمنى طبعا ان دائما تكون العلاقات الأخوية موجودة، ولو ان احنا يمكن في الفترة الأخيرة زادت المحبة وزادت العلاقات الدبلوماسية اذا توافقني سعادة السفير بين البحرين وسلطنة عمان من خلال توقيع اتفاقيات مؤخرة في مملكة البحرين. صحيح. وأعلاها في الجانب الرياضي يمكن تعاون كبير بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، ولكن المنافسة مشروعة في أرضية الملعب. أتكلم عن المباراة علي؟ لا، قبل المباراة سعادة السفير راح تكون محايد في هذه الحلقة، لو نرفع علم عمان ونهتف. أولا المباراة ما بين منتخبين شقيقين، أتمنى لهم جميعا التوفيق إن شاء الله. وطبعا أنا كوني عماني وهذه أتمنى فوز منتخبي، ولكن هذا لا يعني يترك أي أثر خلافي وعلى محبة الشعبين. أكيد هي كرة قدم، هي في الأخير كرة قدم. طبعا البصرة جمعتنا دائما على خير وعلى محبة وعلى هذا، وستظل هذه المحبة وستزيد إن شاء الله، وكلنا فائزين كلنا. أكيد من المنطقة اكيد احنا الفائز الاول العراق والبصره بتواجدكم. نعم. وبعكس الصوره الطيبه عن هذا الشعب، ربما انت حضرتك موجود فتعرف كل التفاصيل، بس الاخوان اللي اول مره يجون للعراق شافوا اشياء ما كانت واصلت لهم سعاده السفير. الشعب العراقي شعب محب، شعب
شغوف سواء كان في كرة القدم أو في الحياة الاجتماعية العامة. أنا في بغداد تنقل كثير ما بين المناطق، زرت كثير من الدور الموجودة في بغداد، أصدقاء أسر، يعني شهادتي مجروحة فيهم، في أهل العراق وفي طبعا خلال تواجدي هنا لحضور بطولة خليجي 25 أهلنا أهل البصرة غمرونا بحبهم، وصراحة أعجز عن التعبير أكثر مما أقوله. يعني أهل البصرة يعني طاقة يعني التوقعات بأننا نجد كل هذه المحبة وهذه الشغف هذه، وهذا مش غريب على العراق وأهل العراق وأهل البصرة. يعني الأخوة العمانيين موجودين على كورنيش شط العرب، وأهل الخليج كلهم موجودين، شفناهم في الملاعب وفي المناطق، زرنا مناطق كثيرة. أنا زرت الجزائر البصرة القديمة، نلقينا كل حب ومحبة، يعني غمرونا بكرمهم وحبهم. وإن شاء الله إن شاء الله هذه البطولة تكون فاتحة خير إن شاء الله. ما أنه مقر السفارة في بغداد وإقامتكم وعملكم ويحتم عليكم التواجد في العاصمة، هذه أول مرة تجون إلى البصرة؟ هذه ثاني زيارة لي للبصرة. أنا جيت قبل، كانت بدعوة من اللجنة المنظمة للاطلاع على المنشآت الرياضية والتحضيرات للبطولة. كنا بزيارة بمعية وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. يعني شفنا ورشة عمل كبيرة جدا يعني لإقامة هذه البطولة، تشكر العراق في تنظيم هذه البطولة. ولا ننسى يعني كذلك محافظة البصرة، يعني قاموا بجهد كبير لإنجاح هذه البطولة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لكم. حلوة المنشآت الرياضية سعادة السفير، جميلة اللي جدا في البصرة. جميلة جدا وعلى أعلى مستوى، وهذه المنشآت تتيح الفرصة للعراق أنه يستضيف بطولات أكبر، ليش ما تكون بطولة العرب وبطولة الآسيوية، وهم قادرين على التنظيم وعلى زين. أنا بودي أن أسأل سؤال فني ربما بعيد عن اختصاصكم أو فد شيء. كابتن يونس أمان أو معظم اللي التقينا بيهم من أخواننا من سلطنة عمان يقولون إحنا متفاجئين بأجواء العراق وبالبصرة وبالمحبة اللي شفناها هنا، ممكن دور السفارة يكون أكثر لإطلاع العالم يا بالعراق آمن ما بي شيء محب، تعالوا انفتحوا على هذا البلد، مو فقط بالبطولات، الناس تحبكم ويتمنون زيارتكم سعادة السفير. طبعا ما في شك السفارة لها دور في هذا الجانب، ونحن ولله الحمد في زيارات متبادلة، عندنا وفود شبابية زارت العراق، زارت سواء كانت في كربلاء والنجف وحتى في إقليم كردستان، في فرق فنون مسرحية أتت لتقديم عروضها، وفي مشاركات في إقليم كردستان في الفن التشكيلي مجموعة من الفنانين العمانيين. والحمد لله العراق أمن وأمان، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دوم أمن وأمان. حياك الله صلاح. هلا أبوي. الحبيب الحبيب. هلا يابا. هاي المفروض تحكون عراقي انت وكابتن يونس. كابتن يونس خلاص يعلمنا العراقي. يلا كابتن انت ويابا. هلا بيكم. هلا عيني. هلا غاكي. كلش هلا كلش هلا. كلش هواية احبك. نهوس؟ اي نهوس؟ يلا كابتن. نهوس؟ يلك. احنا الاسسنا الملعب واحنا نلعب فيه، الاسسنا الملعب احنا نلعب فيه. طبعا سي صلاح الحلو بيك التلقائية الجميلة، استطاعتك تفرحنا وتبتشينا بنفس الوقت، أحييك طبعا على هذا الشيء. وأنت كسبت محبة الجمهور العراقي من سنوات، بس تواجدك بنصنا شنو اللي خلاك؟ يمكن هاي أول زيارة لك. صحيح صحيح. شنو اللي شفته؟ مشاعرك؟ المفروض ما تسألنا من شفناه، يمكن الإخوان شافوا من خلال الوضع العام، يعني قاعدين نعيش شعور أنت في بيتك، طلعت من بيت دخلت في بيتك،
فالحب اللي قاعدين نلقاه في البصرة أنا أقول ما راح تلقونه في مكان ثاني. فالواحد يستمتع أنه يعيش في البصرة، يعني يعيش الثواني الجميلة الرائعة لأنها ما تتكرر. يعني شيابنا قبل أو كبار بالسن كانوا يقولون اللي ما جاء للبصرة يموت حسرة، فعلا يعني ما قالوها من فراغ وكلامهم ما قال من فراغ. أنا اليوم لما أتواجد في البصرة وأشوف هذا الحب وهذا التفاعل وهذه الابتسامة وهذا يعني وهذا الكرم، للكرم هناك يعني درجات، انت وصلتوا اسمى يعني خلينا نقول اسمى رايات الكرم. الحمد لله. يعني اليوم ضيافتكم من اقل الاشياء تقول لي تفضل هاك عيني، يعني تعطيني كل ما عندك وانت لا تملك في بعض الاحيان اي شيء. فلما تقول لي انا بعطيك هذا وبعطيك هذا وبعطيك هذا، تتوقع مني اني اقصر في تقديم المادة الاعلامية الجميلة اللي يحبها بيتك وبيت وبيتنا نحن جميعا في البيت الخليجي؟ طبعا لا، لان الحب يعني متواجد في ابتسامته، متواجد في شغفه، متواجد في حبه، في عطائه، في يعني الهوسات اللي قاعدين نشوفها اليوم. انا اشوف العراقي عماني والعماني بحريني والبحريني سعودي، خليجنا واحد ونبضنا واحد من خلال ابتساماتهم. فانا يعني اقول اللي ما اياء صراحة بتموت حسرة وبتموت حسرة، لان البصرة الله على البصرة. طولي لقطة على صلاح، حاكيهم بلهجتك مال تعال ياي. انا بقولكم اعطيني الكاميرا لك، اعطيني الفوكس هنا. صدقني اذا ما جيت للبصرة راح تموت حسرة. جمالهم صحيح وحبهم وانتمائهم وعطائهم وكرمهم، وبعد الى ما اخره، لما نكتب الى اخره هني المفروض احنا نقول، لما نقول لك تعال يحضنك الحضن الخليجي، تعال وياي وخلك وفديتك رايح جاي، تعال ياي تعال ياي، لأنهم يضمونك بكل ما عندهم، يحبونك بعيونهم ويحطونك يعطونك العين بيت والقلب يعني شريان ونبض. هذا هم أهل البصرة وأهل العراق كلهم. لهذا تعال ياي تعال ياي رايح ياي، تعال ياي تعال ياي، وتوتو سحبي سحبي وتوتو. الله يعطيكم العافية على روحك الحلوة على تفاعلك، واحنا سعيدين جدا بتواجدكم في البصرة وبالعراق، ونتمنى بحضور سعادة السفير انه بعد ان تكتمل البطولة واعرف مشاغلكم تجون الى بغداد او زيارة الى بقية المحافظات وتشوفون محبة الشعب العراقي لضيوفه. كابتن يونس، انا من 82 اخبر سعادة السفير، قلت له عندي واحد في الفندق في شخصيات يعني من الاتحاد العراقي اللي موجودين معانا، كل يوم نقوم نفطر مع بعض ويجي ويجلس عندنا ونتكلم في الكرة وفي اليوم أقول له يا أخي أنا كني قد عرفتك أو شفتك قبل كذا. فجلسنا نتكلم، لعبت في العراق قال لعبت في الشباب قال لعبت في الشباب، سنة كم لعبت قال لعبت في بنغلاديش أو لعبت. قلت له أنت رقم 8 ولا شيء، فنيلتك رقم 8 أرجع، قال إيه أنا رقم 8. قلت له لعبت في النيبال، أنت مش في بنغلاديش، أنت لعبت في النيبال. نجم كابتن نجم الأوسي، نجم الأوسي. نعم نعم، نجم الأوسي. لا لا نجم الألوسي. نجم الألوسي، تحياتنا له من هذا الوقت. شفت لك صورة أنت ويا اليوم. اليوم صورتها. نعم نعم. تعرف هذا آخر مرة متى؟ إيه. 82. يعني أنت ربطتها وجمعتها لين وصلت من الرقم إلى الشكل إلى لين وصلت له. ونحن إحنا أسبوع أنا مع بعض. شلون تذكرت؟ والله ما أعرف. شكله وجسمه وهيئته ويوم يمر علي يا اخي هذا الشكل شفته وياك بالفندق ربط معانا مع بعض احمد راضي والمجموعه الشله هذه كلها في 82 كاس اسيا للشباب في يعني هسه فهد الله يعطيك طولة العمر، فهد بعد 30 سنه تعرفه؟ فهد؟ ايه هذا ما اعرفه انا الحين ما اعرفه. بعد المباراه بتعرفني زين عن البحريني. انا بحب، انت عارف محبه اهل البحرين في الملعب، ما في محبه، منافسه مشروعه. انت ما سمعت اغنيه العمان ايش تقول؟ ايش تقول؟ هذا العماني ما تغلبونا. احنا متعلقين بالشيل من فوق. انا احكي شويه بشوف شنو بيقول. قول لي بيقول ايش؟ هذه مالتنا؟ هذه مالتكم؟ ما تغلبونا؟ اي مو مالتنا. متى صارت؟ عاد صلاح انت تكلم في الشيلات ما علينا. ابي اشوفك، اقول لك ابي اشوفك تتذكر هوساتكم والله. لا وازيكم. لا موجوده. بس تعال ياي مالنا ترى. اي لا مالك اخذناها. حصريه؟ اخذناها. صارت معكم؟ صارت معنا. بس بناكلكم باكر. بنشوف. بنشوف الملعب يحكم. ناكلكم بحلاوه لعبنا يعني. حلو. صلاح. الحلوه موجوده. البحرين هم اقرب الناس لنا حتى صحيح. في المباريات الوديه يعني من زمان بلعب مباراه وديه البحرين جونا
احنا جينا بسهوله عندنا وما في ترفع وما في عند جاهزين يقو احنا نريد نسوي معسكر البحرين جاهزين يقولون تعالوا غير والله 84 في مسقط دوره الخليج السابعه الفندق يشيل 6 ادوار فندق ايش هو؟ وين؟ الانتر انتر كونتيننتال في 84 الفندق هذاك يشيل 6 ادوار تقريبا او 7 ادوار في دور بيروح له للوفود وفي الادوار الثانيه ففي فريقين لازم يروحوا مع بعض فبيخبرونا كان سعاده الوكيل حماد الغافري اسمحوا لي يعني هذه من الذكريات اللي واحد يقول انه في فريق لازم نسكن مع بعض انتم بتسكنوا مع احد يعني نقول البحرين بدون تفكير بدون تفكير البحرين جلسنا على طول البحرين وعمان مع بعض طول الدوره واحنا في دور واحد ومع بعض وسهره واحده وجلسه واحده حمود الله يرحمه والمجموعه بس باكر ماكو كابتن بكره بكمل لك حمود الله يطول في عمره قصدك محمد حمود سلطان اي انت قلت الله يرحمه حمود محمد صالح الله يرحمه محمد صالح الله يرحمه محمد صالح صالح الله يرحمه محمد صالح باكر شنو باكر بكره احنا نتمنى للبحرين كل الخير وفريقهم اجمل فريق في الدور الاول واحسن فريق واعظم فريق ومرشح رقم واحد لكن اتمنى بكره من اصحابنا عيالنا الحلوين ها انهم اذا كان من اول قالوا 3 مرات في قبل النهايه ما يخسرون ان شاء الله يكملون الرابعه عليهم ويظلوا اكبر حبايبنا بكره بس زيد محبتنا يعني لو هيك لو ماكو محبه هم بزياده زياده يا فهد هاي المحبه ما ترد تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي شوف علي على مستوى المنتخبات احنا من دقرين من المنتخب العماني في كاس العرب ومن قبلها في الخليجي 23 مع البراءه ابو عشان يبعد الضغط عن فريقه لا لا لا, لا انا اقول لك يعني ايش كثر احنا عندنا حب للانتقام المشروع في الملعب لا اي هيك اريد تصريح قوي انا اقول لك انا بعطيك اياها يعني بصراحه ما بخش عليك ولا بقول لك شيء على مستوى المنتخبات 4 في كاس العرب ثقيله طبعا خساراتنا في كاس خليجي 23 في الكويت بعد كانت اقصاء من دور نصف النهائي في الانديه على مستوى الانديه السيب العماني طلع الرفاع البحريني فصعب يعني الثار مضاعف الزعل زايد في الملعب ما نرجع للماضي لا لا اليوم تذكر لاعبين تذكرهم لازم لاعبين منتخب البحرين قلت حبنا لكم ما تسكنون ما نكرمكم بعد حلم اللقب الخليجي ما اعطيتني اياه نكرمكم نعطيكم ونضيفكم بس كان لك دور في تحميل الجماهير في 24 في قطر دور كبير والله انا اشهد له ان انا واحد من الناس اللي تميت اصفق معه وانجز وياه لانه ما شاء الله عليه حمد ترى هم مستخدمين سلاح مع المنتخب بكره يروح للجمهور العماني يشعلهم على فكره انا يعني يمكن هم يعرفون اهل البحرين يحبونه محبه كبيره يعني لان اول لقب تاريخي للبحرين صحيح ومع الجمهور البحريني واللي عايش الجمهور البحريني في الاوضاع اللي كانت كان صلاح السعدي فهم يعني حتى الهوسات وجنونهم وحبهم يحبون صلاح ويتفائلون فيني فانا باكر ما راح اروح عند الجمهور البحريني ايوه هم جايبين لكم ايوه انا جايب لهم جنبة ونخليه يلبس البحرين ها اموركم طيبه فالحين فايزين عشان تدي جاي واصل شلون مجومبا مجومبا جاي وصل ولابس بحرين وراح يلبس البحرين ما في فايده إيه ما عليه فصلنا له من لبس يقعد معاكم ولابس لبسكم امور طيبه مو بحلوين خايف يا صلاح الله يهداه طيب. من تاريخ عيب لكن لا فنيا انا والله كابتن حبيب قلت حق المدرب وجهه نظر محايده انت شاهدت المنتخبين وصولهم الى نصف النهائي معناها هم لهم الاحقيه والافضليه صحيح الكفه لمن تترجح انا شفت 3 مباريات للفريق العماني والبحرين انا اول مره اشوف الفريق العماني مو هذا مستواه الحقيقي صح لا لا صحيح. يعني الفريق البحريني انا اشوفه فريق يعني مستواه متصاعد واحنا خايفين الصح بس المشكله الخوف بهاي المباراه هذا الخوف ايش تتوقع انا اخاف من هاي المباراه تتوقع ايش بروح دائما داخلك ضميرك داخلك ايش يقول من داخل انت ايش يقول؟ من يوصل النهائي؟ لو فنيا احتمال عمان لا احتمال لا انت ايش تتمنى؟ مو ضميرك لا ما اتمنى لان تواجه من في النهائي اه هيك اكيد الفريق العماني الفريق البحريني بطل البطوله ايه ومستواه جيد جدا يا فهد صارت 4 عليك لا هذا مو ذنبي بعد انت انا شوف خليك معي العمانيين اذا راحوا معك نهائي ما يعطونك البطوله
البحرين يمكن يعطونك ترى في محبه لا ممكن مريض 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 سوزا ما يرحم والله سوزا من خصوصا مع العراق يعني عماني جو ويانا احنا نغلبهم والبحريني انت مو متوافق معاهم ما متوافق شعفنا العمان تذكرنا العماني حي يعني انت اذا وصلت مع عمان بتغلب عمان يعني ممكن ركز في المباراه راح اقول لك شغله لا راح اقول لك احنا البطوله اللي اخذناها اخر وحده اللي هي 88 تعادلنا مع عمان حصلنا على البطوله الله يستاهلون خوش فال هذا صح هسه احنا تعادلنا معاكم كلام صح ان شاء الله ان شاء الله انا يوم قلت لك انه اذا خرج التعادل عمان والعراق في النهائي والارقام كابتن علي حياك الله شلون شفت اجواء البصره اجواء جميله كنا ننتظرها يعني هاي البدايات ان شاء الله القادم افضل العراق يعني كان فقط ينتظر الاشقاء بلد مرحب بلد جميل نهض يعني الحمد لله والشكر بوجود الاشقاء الداعمين نشكر وجودهم هم راح يكونون الرسائل اللي راح تنقل هاي للمجتمعات ومن يرجعون لبلدانهم انه هذا البلد بلد حي حي بناسه بسكانها بمجتمعها بتركيبتها السكانيه هذه الرساله اللي نحب نوصلها علي اكيد هذه الجماهير اللي بشكل يومي على شارع الكورنيش متواجده لساعات متاخره من الليل وهي تحتفل وصلاح يمكن ينقل دائما بشكل مباشر ما هاد ولا ساكت العالم فرحانه ومبسوطه ومحتفله وفرحانه بوجود الاشقاء و24 ساعه الكورنيش يروش بالعالم 18 محافظه عندنا يعني مو فقط يعني هنا الموضوع البلاد الحيه يعني مهما جارت بها لابد ان يوم ان تعود والحمد لله والشكر صبرنا قدمنا عانينا ما عانينا لكن بالاخير العراق يبقى عراق يعني حلو تكاتف والله تكاتف اكيد مو الكورنيش يا جماعه مال الكورنيش خلياني شويه اصير يعني ويا جانب البحرين خلي يلا معها شويه نتكلم يلا اشجعك يلا تمام يعني شو نجي نتكلم عن فلسفه هيليو سوزا يعني الفلسفه الشخص الوفي للفلسفه المدرسه البرتغاليه اللي كان عامل باللجان الفنيه في الاتحاد البرتغالي اللي يعتمد على التحفظ الدفاعي والتحولات الهجوميه الخطيره بالمقابل يعني برانكو يجي احنا هنا برانكو عنده خطه فقدها في اول مباراتين اللي هو خطه الدايموند اللي هي الضغط الرباعي الوسط لكن ما يفتقد المنتخب العماني المهاجم الحاسم يعني عبد العزيز المقبالي اعتقد ما متواجد فهذا يعني ومحسن الغساني ايضا غير طبعا اي اكيد هو صرح اليوم قال أكيد يعني أكيد انا يعني تابعت شوف يعني المؤتمرات الصحفيه كلها حضرتها الاربعه يعني حتى اليوم كنت متواجد هناك ضغط من الاعلام العماني ضغط سلبي بيشكل على المنتخب بالجانب المنتخب البحريني لا يعني ريلاكس ما عندهم اي ضغط على المنتخب منو الاقرب للوصول للنهائي انا اتوقع البحرين بحرين ما عليه اي ضغط مع العلم انه جاي حامل لقب شلون ما عليه ضغط وهو جاي حامل لقب ما عنده ضغط بالاعلام يعني اعلامه يعني تفاجئت به اعلام ايجابي جدا واحد من غصب عليك بتسوي ضغط لا مو كل بطل نص يعني لازم انت جاي من الاسئله انت حامل لقب هذه حسن الاداره اعتقد اذا توافقني اكيد الباقي. اكيد احنا شوف يعني احنا من يعني حتى نتابع الاعلام البحريني والعماني واي اعلام الاعلام الوحيد اللي ما شكل ضغط على منتخب يعني من خلال طرح الاسئله من خلال التعامل نحب الضغط كابتن نحن منتخبنا يبدا يكون سلاح ذو حد لا بس يعني بس لما يكون مضغوط نحن جربناها في كاس العرب وفي كاس الخليج في الكويت كل ما كان المنتخب مضغوط كل ما كان ابداعهم اكثر وخاصه نحن نفهم البحرين بشكل كبير جدا هي سوزا مو سهل يعني وحتى برانكو مو سهل هي مباراه متقاربه وفق اكيد اكيد الضغط اللي رافعه حامل اللقب نفس الضغط اللي دخل بعمان كونه مرشح لاخذ هذه البطوله نفس الضغوط ونفس العناصر متوفره بالفريقين ولذلك راح تكون مباراه من نوع خاص السؤال سعاده السفير اكو تحضيرات خاصه تنسيق اذا ما تاهل منتخبكم للنهائي عدد الجماهير ممكن يزيد يعني شنو تحضيراتكم انتم كسفاره شنو اللي محضرين هسه شاهدنا قطر مثل شيء بشيء يذكر نعم قبل كل مباراه يجون يوزعون اعلام يوزعون كذا شكل الملعب غيروه لا موجود التحضير وفي رابطه الجماهير العمانيه متواجده هنا وتقوم توزيع الاعلام وتذاكر دخول
وعندنا بكره ان شاء الله طائره جايه من مسقط تحمل جماهير عمانيه. و السجال الجميل الطيب هذه ما بين الاخوه هذه عاطي المباراه يعني روحيه قبل ان تبدي هذه المباراه. ما في شك المباراه صعبه بكره على الفريقين. انا وجهه نظري مع انني ماني فني مثل الاخوان وهذه، لكن المباراه حتحسم على تفاصيل بسيطه جدا. هذا مش فني، هذا مش فني، كلام مدرب البحرين. هذا مش فني، راح نلعب على 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 جو بسيطه والله. هذا مش فني. الافكار المدربين في خططهم متقاربه جدا، يعني ربما انا شفت لعبه الفريقين الموجودين، ربما هم يلعبون على المهاجم الوهمي اثنينتهم المدربين. هذا تحليل فني سعادة السفير. عطنا ما بجعبتك سعادة السفير. تحليل فني هذا. المباراة النهائية. خبين سعادة السفير عشان بعدين. خط الدفاع الدبلوماسي اللي بعد يعني ها اللي بيعطي. احنا اسرار. ما هو لازم نقول كل شيء. فرقان تشوية. لا تكشف الاسرار. خف علينا. خف علينا مباراة. احنا كل هذا الضغط. لا حقيقة المباراة يعني ان شاء الله تكون جيدة، واتمنى ان تظهر بالصورة الفنية اللي تليق بالمستوى اللي وصلوا للمنتخبين ان شاء الله. المنتخبين يعني ربما مثل ما تكرموا الكباتن، المنتخب العماني مش هو المنتخب المستوى اللي كان تصفيات كأس العالم او في المباراة التحضيرية، ولكن يعني ربما يكون الإعداد للمنتخب بعد الانتهاء من تصفيات كأس العالم وعودة اللاعبين إلى أنديتهم والتحضير ربما يكون هو السبب الرئيسي في هبوط مستوى بعض اللاعبين، لأنه لما يكون المنتخب في معسكر فترة طويلة ويأتي إلى بطولة يكون المردود الفني أكبر. ونتمنى بكره ان شاء الله ان تكون تظهر المباراه بصوره جميله جدا، ونتمنى التوفيق للجميع، وطبعا اتمنى فوز المنتخب العماني. انا ادعوك يوم غد لمشاهده برنامج كوره، هم ضيوفنا، وشوف وجوههم بعد الخساره، منو الخسران؟ انت بس ركز لي على وجهه يوم غد ان شاء الله. الجميع الحلوى بجيبها ان شاء الله. الحلوى خسران فايز بجيبها باكر، حلوى بحريني موجوده بعد خسران فايز. لا تخاف موجوده. بس الحلوى العمانيه اليوم وصلت، شوف يمكن نجت مع سعادة السفير اليوم الحلوى العمانية. هذه بروحها تشكل ضغط. بس لا يعني بعيدا عن الاخوان اللي يقولون مثلا، نحن نقول مثلا نحن مو راضيين كشارع رياضي على المستوى العماني اللي قدمه، لان نعرف ان عندنا افضل. بس اليوم عمان كم نقطه عنده؟ 7 نقاط. هل خسرنا؟ ما خسرنا. اذا واقع الارقام البحرين كم نقطه عنده؟ 7. العراق متصدرين مثل ما المنتخب العراقي متصدر، واحنا سيئين. واحنا سيئين، واحنا سيئين. صدروا وانتم سيئين. صراحه متصدر ونحن سيئين. تعال ياي تعال ياي، احنا منفي. فنحن عادي مؤمنين، يعني اليوم نحن لما نقول فريق قوي البحريني، نعم فريق قوي وفريق بطل وفريق جاي بيحمل اللقب، لكن ايضا المنتخب العماني في الفتره الاخيره مع المنتخب البحريني، المنتخب البحريني ما قادر يتغلب على المنتخب العماني. صحيح. العقد اللي موجوده، الرهبه موجود. العمانيه موجوده، حرارة اللاعب العماني الموجودة، حتى يمكن يونس من كثر ما لعب مع المنتخبات البحرينية يعرف كيف اللاعب اليوم، عرف كيف يتعامل مع المنتخب البحريني. صحيح. اليوم البحرين هو المضغوط، لأن كيف نتغلب على منتخب ما قادر أفوز عليه في أكثر من مباراة؟ يا صلاح، مو احنا ليش داعميكم؟ لأن نفس العقدة عندنا ويا البحرين. نفس الحقيقة الأخيرة. البحرين عقدة للمنتخب الكويتي، المنتخب العراقي، لكن الحين إلا العماني. إلا العماني. هل يكسر عقدة العماني؟ أنا إذا تكلمنا عن الجمهور علي، بودي أوجه رسالة للمسؤولين في الإدارة الرياضية بالعراق، أن يعني الأخوة الجماهير البحرينيين اللي حضروا في المباريات في دور المجموعات يمكن حصلوا صعوبة بتحديد موقع واحد للجماهير البحرينية، فيا ليت يتم التنسيق مع روابط الجماهير البحرينية اللي تحضر، على أساس أنه يكون في جمالية للجمهور البحريني إذا تجمع في مكان واحد، إذا كان مخصص مدرج للجمهور البحريني. عندك أنت رقم رئيس رابطة الجماهير البحرينية؟ موجود. تواصل وياه؟ موجود. إيه جيد، حتى يصير تنسيق بينهم. إذا فزتوا باكر يجون هنا الرابطة يحتفلون. بإذن الله. رسالة جدا مهمة اللي قالها فهد. طبعا نفس الشيء لعمان، حتى يصير اكو توزيع للملعب. أتوقع أن سعادة السفير شغالين في هذا الأمر، أن التنسيق أن يكونون طبعا الجماهير توصل بشكل سلس، لأن الازدحام اللي قاعد يصير. اثنين، التخصيص، يعني لما نقول تخصيص يعني الجمهور العماني، الجمهور البحريني كم حاضر؟ خلينا نقول 5000 ما عندنا مشكله، بس تكون سلاسه الدخول للاشخاص هني، لان بالفعل يواجهون صعوبه.
لان نقول الشعب العراقي الشعب شغوف لكره القدم، يشجع الفريقين عينين في راس. يعني اليوم لما انت تسهل عليهم العمليه وتخلي الناس تمشي راح تطلع اللي هي جماليه المدرج بصوره حلوه، لان من يشجع صار حماس اكثر، من يشجع البحرين البحريني، ومن يشجع العماني العماني، بالاضافه الى الشعب العراقي، فبيكون منقسم. انا متاكد قلبكم بينقسم نصين، مع عمان ومع البحرين. فسلاسه عبورهم ودخولهم في الاماكن اللي هي المخصصه لهم هذا جدا مهم، جدا مهم. لان انا في المباريات الاولى حصلنا اشخاص قلنا صعب وين ندش، ما عرفنا مكان. حتى سهوله جمهور البحريني على يمين المنصه، جمهور العماني على يسار المنصه. من اليوم المفروض الان عشان نعرف أو مثلا في حال حضور الجمهور لافتات مرشده بالضبط كفايه. لان انا حتى البوابات فهد، حتى البوابات البوابه رقم 14 جمهور عمان، البوابه رقم 16 الجمهور البحريني. صحيح. يعني اتمنى على الاخوان بالمكتب الاعلامي بالاتحاد والمسؤولين على هذا الموضوع الان سريعا عبر منصاتكم والنافذه الاعلاميه لاتحاد كره القدم، الموضوع جدا بسيط، لافته بسيطه واعلان الجنب اليمين لعمان، جنب اليسار لبحرين او العكس، بس حتى الجماهير اللي جايه من عمان والبحرين تعرف وين تتوجه، ويصير التجمهر مالتهم بمكان واحد، والهتاف يكون واقعه اكثر، وكل من يشجع منتخبه بخير وسلامه. اما الجمهور العراقي يبقى مخير وين يريد يجلس يشجع من، واحنا واثقين بجمهورنا راح ينجح المباراتين يوم غد، وراح يشجع المنتخبات جميعا، والفايز نقول له مبروك، والخاسر نقول له هارد لك. والبطاقات اللي هم توزعت عليها، البطاقات ما توزعت، ففي مجال ان شاء الله. اكو تنسيق بهذه العمليه اللي تحدثنا بها سعاده السفير، انه جمهوركم يقعد بمكان واحد مخصص مع الاتحاد؟ نعم. تواصل مع اتحادنا؟ في تواصل للاخوان في بعثه المنتخب مع الاتحاد العراقي لكره القدم، وابلغوهم انه في تنظيم من هذا القبيل، بانه حيد يكون بوابه مخصصه لدخول الجماهير العمانيه ان شاء الله. انا اعرف التزاماتك ووقتك، وشاكر جدا لحضورك ومشرفنا وسعيدين بهذا الحضور. شاكر لك وشاكر للكباتن، هذه فرصه طيبه نلتقي معكم، ونتمنى للجميع المنتخبات المشاركه في الادوار قبل النهايه التوفيق، وان شاء الله يعني بطوله علي ناجحه. قبل نروح سعاده حقيقه نحب نشكر الامانه على سلاسه يعني الاوضاع اللي هنا معدله، وحضور الدائم الموجود هو هذا داعم رسمي انك انت تكون موجود مع المنتخب، تركت بغداد وجيت هنا وتكون مع ابنائك ومع اخوانك. اليوم ابتسامته اللي قاعدين نشوف، يمكن معالي السفير اول مره احصله وسعادته هنا موجود، فتلقينا معاه ويلسنا وابتسامته الحاضره، هذا هي دعم كبير بالنسبه للشارع الرياضي وللاعبين الموجودين. حتى نحن ككادر اعلامي او الى اخره لما نشوف اخواننا موجودين ومعنا مع بعضنا البعض، هو يعاملنا كابناء وكاخوانه، ويعطينا النصائح اللي هي هذه. ومثل ما شفت انت قائمين بالدور الفعال والايجابي والرسائل الايجابيه، ونشكرك يعني سعادته. شكرا شكرا جزيلا سعاده السفير. عندك شيء كابتن؟ نعم تفضل. تفضل. حاجه بسيطه بس. تفضل. اولا انا اشكر سعادته يعني حقيقه، يعني انا ادعو يعني نيابه عنكم حقيقه، يعني في كثير دعيت يعني لسعاده السفير انه يكون معنا ويشرفنا، للروح اللي شفتها انا منه هو للناس، يعني كل الناس تعامل الناس وهو في اللوبي والناس تجي ونصور ونتكلم وببساطه، رغم انه ايضا ما عزيناكم في الرجل صراحه الاولاد اللي سووا حادث، ورغم كذا رغم كذا سعادتك صح، نحن انت دبلوماسيين تكلموا دبلوماسيتكم ما عندنا مشكله، والجماهير بكره اذا ما حصلوا مكان ما حصلوا مكان، لانه احتمال كبير احنا نتكلم امام جماهير عريضه كبيره محبه راح تدخل راح تدخل. صح صح. جايه هي ما عندها حل يا جماعه. صحيح. هذه الناس ابتعدت عن الدخول المباريات و 44 سنه يونس المناطق اللي هم جايين منها، يعني تتكلم عن واحد جاي لك مثلا 10 ساعات ويحضر هنا جاي يدخل ويا يدخل جاي يدخل عنده تلفزيون تدخل. تخيل انت 10 ساعات و40 سنه ما شاب بطولات وتقول له فجاه انت ما تدخل، كيف الشعور؟ صحيح. انا اقول لك اعذرني يا عماني وبحرين هي واني مكفي وموفي واني اشجع. بس للمعلومه يوم غد ملعب الميناء ستكون هناك شاشات عملاقه منصوبه لمشاهده مباراه منتخبنا الوطني في جذع النخله. هذا كلام صحيح. فاللي ما يحصل مكان بجذع النخله بالمدينه الرياضيه وما عنده تذكره لا باس ان يروح لملعب الميناء ويجلس يشاهد مباراه المنتخب، بعدها مباشره تبدا مباراه البحرين وعمان. شكرا جزيلا سعاده السفير لحضوركم. خلي نتابع جولة لضيوف كورة
مع الزميل محمد كاظم في متحف البصرة الحضاري. الأثريات خاصة الزينات اللي كانت تلبس في القديم مثلا قبل الميلاد بألف سنة، منظر جميل وممتع وشيق، مستمتعين. آثار للعراق العظيم، الآثار التي تخبرنا بما كان يفعله الأجداد في هذا البلد الذي تاريخه موغل في القدم. من الصدف الجميلة في محافظة البصرة اليوم شاهدنا أحد العراقيين اللي كان يدرس في اليمن، خلينا نشوف انطباعه حول اليمن. أهلا وسهلا بكم وحيا الله أهل الخليج وأهل اليمن بالخصوص. يعني أنا عندي ذكريات جميلة وأهل اليمن، يعني سكنت في اليمن 6 سنوات تقريبا. ونتابع أيضا جولة لمراسلنا الزميل ليث صلاح في شارع الجزائر. المشاهدين راح ناخذكم بجولة في شارع الجزائر الذي أصبح منطقة سياحية وملتقى للعوائل العراقية وللوفود الخليجية خصوصا، وأنه بمقترباته هو فنادق الوفود الخليجية والإعلاميين الخليجيين. السلام عليكم. عليكم السلام. الأجواء كلها جميلة ورائعة، حبينا نحيي الوفود اللي جاتنا من جميع المحافظات ومن جميع الوطن العربي، وحاب نقول لهم العراق وطن الأمان ووطن السلام. أنا عراقي جاي من الأنبار من الغربية، تواجدت هنا بمحافظة البصرة محافظتنا بشارع الجزائر. أجواء جميلة، أجواء رائعة، احنا جينا من محافظة الأنبار متعنين، أريد نساعد أخوتنا من أهل البصرة اللي رفعوا روسنا. أجواء جميلة جدا وإحنا مستمتعين، وما توقعنا أنه تكون هيك الجاية صراحة، ارتاحينا حل ارتاحينا، وإن شاء الله إن شاء الله على كأس آسيا إن شاء الله هنا بالبصرة. والله الأجواء بشارع الجزائر أصبح شارع الجزائر ملتقى لدول الخليج إن شاء الله، وهذه فاتحة خير للعراق، وإحنا حقيقة جينا من محافظة واسط حتى نآزر. حياكم الله من جديد. الجماعة جاوا من الصوبات. كابتن علي أهلا وسهلا بك. أنت سمعت كل الحديث بالكواليس ما بين عمان والبحرين والمناوشات، بس احنا نتحدث عن بكل صراحة مباراة منتخبنا لا تخلو من الصعوبة، ستلعب أمام فريق منظم، فريق ربما قليلة عليه الضغوط باعتبار الفريق الرديف مو نفس اللي شارك بكأس العالم. صحيح. شنو قراءتك لهذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بالضيوف مرة ثانية. كنت تدفن بدت برد. رحب بالأخ العزيز الغالي صلاح ملتهي بالتليفون صلوح الورد. عيني قل له حاول اتصال في وقت آخر. وها بعد قلبي مليان كورنيش انت والله. حبيبي انت الحين قاعد تنادي علي وتقول والله ما عندي خبر. ها شفت الهوسة؟ ايه هوسة عليك. شفت تعرف ان انا قاعد في السيارة، يعني شوف حب، يعني لما اقول لك الجماهير الموجودة انا اصلا قاعد في السيارة، ففي واحد يقول لي بس ابي اصور صوره. قلت له الغالي والله لو اعطيت مجال اني اصور معاك تصير هوسه. فهو يضحك يقول لي صدق كذب؟ قلت له يعني تبي تجرب؟ قال لي يلا. طبعا نزلت، انت فهد شاف الوضع، نزلت بس انا ما شفت عمري، انا اختفيت. يعني بعدين انا اسف، يقول لي اسف اللي شفتنا انا ضايقتك. قلت له لا عادي امور طيبه، احنا نحبكم وهوايه كلش نحبكم. الله يحيي وسلم. كل اهلا بك. احب اوراقي فعلا. انا جلست عائله تاكلني، عائله عراقيه، رجل وزوجته وكذا واولاده، اختها، جلسنا وسولفنا شويه اكل، وبالليل هنا في شارع الساعه 2:30 3. تعال عيش هنا يا اخي، هذا كرم العراقيين واهل البصره صراحه. وبالنسبه للمباراه مثل ما تفضلت كابتن، المباراه ما تخلو اهميه وصعوبه بنفس الوقت، لان تعرف مباراه صعبه. المنتخب القطري رقم
الفريق متجدد، يعني تقريبا 6 لاعب الى 7 لاعبين جدد دخلوا بالتشكيل، بس الصراحه اللاعبين يعني موجودين لاعبين شباب متاسسين صح، صار لهم فتره طويله يلعبون مع بعض، دخلوا للتشكيل. بالنسبه لنا ضغوطات شويه، تعرف صار لنا فتره طويله ما منظمين هيك بطوله ومحفل كبير، تكون راح اكيد راح تكون مباراه صعبه بالنسبه لنا، بس بنفس الوقت الجمهور اكيد راح يساند الفريق. بس اتوقع النتيجه ان شاء الله، انا قلت لك بدايه الحلقه اول يوم دخلنا بالبرنامج، انا توقعت المباراه النهائيه تكون منتخب العراق والمنتخب العماني، مع احتراماتنا لكل الفرق اللي موجوده بالمربع الذهبي، هذا طموح ومشروع ان نرشح فريقنا طبعا. ورغم المعطيات اللي شفناها على المنتخب العماني خاصه في تصفيات كاس العالم، المنتخب العماني صراحه ظهر بصوره جميله، بس رغم الاداء ما نقول عالي في هذه البطوله، بس النتائج سعفتهم ان يتاهلوا للدور الثاني، بس اتوقع المبارتين صعبه على جميع الفرق، ما تكهن من يكون بالنهايه، بس ان شاء الله العراق يكون طرف بالنهايه، والجايه اللي ان شاء الله اذا كان عمان او البحرين. تتمنى واحد عمان او البحرين؟ لا لا والله انا بالنسبه اي واحد يجيها لبي، بالنسبه لنا كرياضيين وكجمهور عراقي، انا احكي لمصلحه منتخبنا، كل من الافضل لنا بالنهائي؟ والله ماكو، كل الفرق متساويه قلت لك انا، حتى منتخب قطر رغم العالم تتكلم تقول فريق الرديف وما اعرف شنو، ناقص عدد صحيح، ناقص عدد لاعبين ولاعبين مؤثرين ما موجودين حاليا بالفريق، بس رغم هاي بس اكو لاعبين عندهم مؤثرين بالموجودين، اتوقع المباراه صعبه. علي البعض يتحدث عن منتخب قطر منقوص العدد، يصح لنا القول بانه العراق ما كامل بكل عناصره عطفا على اللاعبين المحترفين اللي ما التحقوا بالمنتخب؟ يعني احنا المنتخب، وهل فعلا قطر ناقص العدد؟ لا احنا المنتخب يعني نصفه حاضر ونصفه نصف المنتخب ما جاي موجود. نعم يعني هاي والكل يعني يعلم هذا الامر جيدا. بالنسبه للمنتخب لا قطر مو لا بهذه النقطه، يعني ما دام الكاميرا ما اخذتك تقول نصف المنتخب ما حاضر، ما حاضر. اذا تقدر تعدد لي. تمام نبدي. تفضل. عندك الرباعي في انجلترا زيدان اقبال، الكسندر وراها، علي الحمادي وكاردو صديق، هاي اربعه. عندك هيران احمد، مهند اجعاز، ميرخاس دوسكي، عندك الوجبه اللي قاعده نعمل عليها كيفن يعقوب اللي حاليا اوراقه انتهت بالفيفا ونطول بروف، احمد ياسين بعد احتراف انه خلص بعد ما قدر، هاي تسع لاعبين. عندك الثلاثي اللي قاعد نشتغل عليه، هاي 12 لاعب. اعطينا حصريات الثلاثي منو؟ خلي الجمهور يعرف ليش ضاع عليهم الاتحاد هو يصرح. تشتغل على وين؟ انت فاهمنا؟ احنا فاهمين. لا احنا نريد نفهم. يتحدث عن اللاعبين اللي يطلق عليهم مغتربين، هم عراقيين اصلهم، عايشين باوروبا ويلعبون بدوريات اوروبيه، فيشتغلون عليهم الاخوان، يطلعوا لهم الجواز العراقي حتى يمثل المنتخب. لكن كيف نقول ناقصين؟ هم اصلا مش موجودين. لا مو بهم ملتحقين، لاعبين ويانا فقط في الخليج ما فرغوهم انديتهم. العراق ناقصه؟ ما هي ناقصه، هذا مش ناقص الفريق. هذا المجموعه مش ناقصه كابتن. لا يعني احنا نتكلم عن واقع حال. كابتن يوسف اللي يحكي عندنا لاعبين موجودين، يعني ما موجودين بالرغم من العناصر الاساسيه، بس اللاعبين مؤثرين. عندنا لاعبين وعندنا لاعبين جيدين شباب صح ما لعبوا بالمنتخب، مع انديتهم قاعد يلعبون ومستدعيهم للمنتخب، بس تعرف هاي البطوله مو بالفيفا ديف فما يفرغوهم، لذلك لاعبين مؤثرين. عندك زيدان اقبال يلعب مانشستر يونايتد كابتن اليوم، يعني سعاده المسؤول الاتحاد الخليجي يعني طرح عليه سؤال انه يعني لازم يتم التفاوض انه تفريق اللاعبين يعني في هيج بطولات يعني، وقال يعني احنا بدنا نسعى جاهدين، يعني انه مخاطبه الفيفا يعني من اجل يعني هي تدري انه ما معترف بها، لكن دائما هم يتواجدون كذا هذا مساندين لها. ما معترف بها، اعرف معترف بها بس ما بالضمن يعني لا هي دوليه. هسه عندك غرباسي في شهر الثالث، يعني هي راح تكون ضمن ايام الفيفا، لكن قانون الفيفا يقول لك يفرغ لمباراتين. زين انت بطوله غرباسي عندك اكثر من 4 مباريات، لان راح تتقسم الى 3 مجامع، 12 منتخب راح يشارك، فهي يعني راح يصير يعني هم يعني راح يقارن الانديه. كابتن اكو لاعبين يعني ما ينطبق عليهم الفيفا دي، يلعبون بفرق درجة رابعة ودرجة خامسة ودرجة ثالثة، هذا ما لعب ما ينطبق عليهم، ممكن يقدر يجي صح ولا لا؟ كابتن احنا عندنا نتكلم عن لاعب منتخب. اي لاعب الكادر التدريبي من يستدعي؟
انت هنا راح تتعارض مثلا قسم العلاقات من يرسل رساله للنادي، النادي خلاص يقول لك انا ما فرغ ويجي يطبق لك القانون. هسه يعني اذكر لك ايران احمد في مباراه الاكوادور اول لعبه لعبناها ومكسيك شارك اللاعب انه النادي رادوا يشتكون على الاتحاد في وقته. انتوا كيف تلعبون لاعب علي؟ السؤال بكل صراحه، نعم. احنا تحدثنا قبل اشهر من الان قلنا خاطبوا نادي مانشستر لتفريغ زيدان اقبال في هذه البطوله، صار تحرك على هذا الموضوع، صار تحرك وحتى زيدان اقبال من تواجد بصره يعني ليش بالترحيب وشاف الموضوع يعني النادي رفض تفريغه للبطوله. النادي رفض على يا على يا لاعب بعد حركته رفض النادي فعلا. الكسندر وراها ايضا النادي ماله رفض، يعني كان هناك ايضا جهد على عمار محسن وكيفن يعقوب النادي رفض رفضوا اي. احمد ياسين اللي كان موجود قبل البطوله بايام يعني اجى انه عقد ولازم تلتحق هذا النادي المشكله صحيح. انا هم تكلمت ويا يعني النادي مالته يلعب بالدوري الدرجه الثانيه وجاي يعني عندهم مباريات مهمه بالنسبه لهم ممكن يتاهلون للدوري الممتاز إيه؟ ضروري يتواجد موجود لازم يكون موجود النادي منطق. البطوله هذه بطوله وديه وليست ضمن روزنامه الاتحاد الدولي. الروزنامه ما نتكلم عن الفيفا لا هي غير متواجده في الروزنامه والروزنامه يعني يفرغ طبيعي طبعا لكن هذه غير متواجده طبعا. والبطوله هذه وديه والبطوله هذه لاكتشاف مواهبنا اكتشاف اولادنا في ناس غياب عندهم غياب في العراق في قطر وغياب في الكويت في كثير الفرق كلها ما هي بالصف الاول لكنه هذا الصف اللي نحن ننتظر منه كثير. كابتن سؤال خارج النص، انت مدريدي؟ لا برشلوني. برشلوني مبروك فزت 3 بس اكو بنزيما سجل واحد يعني؟ اي والله قال مبروك فزت 3 هذه علي مساحين يقول تعال علي انت تعال هد شوي واحد سجل اكو بنزيما تعال انت المباراه خلصت المباراه خلصت لا احنا كجاني واحد بنزيما 3-1 لبرشلونه لا برشلونه صلاح علي حبيبي استمتع كتالوني حبيبي كتالوني برشلوني لانه مدريدي وينه كسرنا عينه مدريدي وينه ما يسمعونا الحين كسرنا عينه كسرنا عينه كسرنا عينه مدريدين المجموعة برشلوني انت ولا لا الحين بيقولون المدريدين نحن مو مهتمين بالبطولة ومو مهتمين احنا هم ماخذينها اخر مرة في السعودية زين اني مو الاثنين انت مدريدي؟ الان صار البريمير ليج احنا خلاص اعطيك سر مدريدي متعصب كابتن حبيب جعفر هو شوف سامحنا يلا هارد لك كابتن معلش اسمح لنا يا اخي لك ابو علاء وهارد ان شاء الله احنا نعوض العراقي يعوض العراقي يعوض؟ يعوض العراقي يعوض ريال مدريد بس الفرع عيوني علي الكل غاضب على خطر مو بفريق صف ثاني كابتن خليط اذا كابتن صلاح تعزز لي انت فاهم الدوري القطري برشا موجود احنا نتحدث عن قطر عندنا ضيوف ايضا حياكم الله تفضل تفضلوا شباب اثنين منا يا اخي خليه هنا وين اثنين منا يلا براحتك كابتن الاخوان معلقين من البصره من الطاقات الشبابيه ويريدون يعلقون ويسمعوكم اصواتهم يلا تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالأشقاء هنا في بصرتنا الحبيبة في عراقنا الجميل وهكذا هو العرس الخليجي هنا في بصرة الخير والعطاء نعم من يكون بطلا من يكون نعم يتأهل إلى النهائي سواء كان العراق أو البحرين أو عمان أو قطر هو إنجاز بحد ذاته هذا هو العراق يحتضن الأشقاء يا الله كفو كفو تفضل شكرا جميلي انا حقيقه سعيد بالتواجد هنا فارس كان لا استاذ علي شكرا جزيلا حياكم الله خلي يكملون اخوان بدون مقاطعه رجاء انا راح اعلق على هدف المنتخب العراقي في مرمى المنتخب السعودي اخي البحريني بسم الله الرحمن الرحيم احبتي مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم اينما تواجدتم هنا في برنامج كرة الله على كرة القدم التي تجمعنا دائما وهنا بالاشقاء العرب في محافظة البصرة وخليج 25 هنا الركنية لصالح المنتخب العراقي امجد عطوان الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء الابعاد ياتي المتابعة جول ابراهيم بايش يسجل على يساري حارس المرمى وفي مرمى المنتخب السعودي يا سماء البصرة امطري ويا شتاء
ويا شتاء نعم ويا شتاء الخير مري على البلاد نعم وهنا والله جيت الخير يا بلادي الله بالهدف الأول في مرمى المنتخب السعودي. شكرا جزيلا على هذه الفرصة. المعلق محمد المياح تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم عاشقي كرة الإبداع وعبر بوابة خليجي 25 لننتقل في مباراة الثالثة للمنتخب العراقي أمام اليمن في ضربة ركنية. انتظر العراقيين 65,000 متفرج وشاهد ينتظر الفرحة أن ينقص المدرج طلبا بعد الهدف الأول. ركنية للتنفيذ حسين علي ممكن أن تكون أول الأهداف. ركنية تلعب راجع من حراس 60 مرمى مصطفى ناظم كرة جول أول الأهداف أمام العاشقين والمحبين الأشقاء الحاضرين في هذه المباراة وفي هذه البطولة. حلاوة وطيب للياكل من تمرنا تميل البصرة كلها من تمرنا ولك شط العرب ياخذ تحية. الله الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام اعزائنا مساء الفل للناس الكل بعد فراق دام 35 سنة الان الاشقاء الخليجيين ابحروا من الخليج العربي وحطوا الرحال في شط العرب في بصرة العطاء بصرة الفنون بصرة العلم والادب. نعم نشاهد الان المحب بين الخليجيين وبين العراقيين. والآن انتقال لكم إلى ملعب جذع النخلة في مباراة السعودية والمنتخب العراقي بعدما هدف إبراهيم بايش على الهدف الأول. الآن التبديل الناجح لمصلحة المنتخب العراقي بدخول عسو مقابل ايمن حسين. نعم الان الكرة نحو اليسار انظر غيم اسماعيل المحاولات وتحت هذا المدرج وانظر 65,000 متفرج بين الخليجيين وبين العراقيين. نعم كرة الان لمصلحة المنتخب العراقي ذرغام اسماعيل يحاول العرض يلاني وزع والراسية يا عيني يا عيني عليك يا الهدف الثاني لمصلحة المنتخب العراقي. يشتعل الان المدرج على استاد الملعب الدولي. عاشت ايدك اخوان. كلكم علقتوا مباريات سابقة. اريد واحد يعلق لي مباراة غد العراق وقطر واحنا فايزين 2-0. عاد والله المنتخب العراقي قادر بعون الله تعالى وبمساندة 65,000 متفرج هنا في ملعب البصرة الدولي. العراق وما أدراك ما العراق. عندما ينتفض العراقي لا يرحم هذا الأسد عندما يزره. يا سلام يا عراق كرة ملعوبة تعود من مصطفى ناظم تمريرة على جهة اليمين حسين عبار. حسين عبار يلعب راسية أيمن حسين يسجل أبو طبر يسجل. لا يرحم هذا هو صيادهم إنه الأسود. عذرا يا العنابي عذرا يا العنابي هذا هو الأسد الكبير لا يرحم إطلاقا. الله يا موطني تحية لك يا موطني. شكرا جزيلا شباب. شكرا عندك شي كابتن؟ اكيد وصيت على عمان والبحرين. تفضل علق عمان والبحرين. شوف فهد انت ما اشتغلت على يا اخي هذا شوف انت تعلق خم عليك. خلي البحرين خلي البحرين يعطي البحرين. عمي حلوه بحرينيه عمانيه ما خلصت وزعوها على علي سالم وعلى السيفي نسميها حلوه السيفي. ايوه بعدين بنصور سيلفي انا وياك. ما عنده خلصت على علي حيم عطا. احبتي المشاهدين في كل مكان اسعد الله اوقاتكم لننتقل الان الى مباراه البحرين وعمان. اين يذهب البحرين؟ اين يتكلم العمانيين بنتيجه هدفان ان شاء الله لصالح عمان؟ تعال يا تعال يا العماني قد يكون طرفا في المباراة النهائية. خلاص يا البحريني خلاص. تعالي اي تعالي اي تعالي اي تعالي اي تعالي اي تعالي اي وينه تعالي اي تعالي اي. شكرا جزيلا شباب عاشت ايديكم.
شكرا جزيلا حبايب. لا شكرا كابتن. شكرا جزيلا لك. حلوه عمانيه. شكرا جزيلا شباب. ما صورنا كابتن يونس معك صوره بالمباشر. ما عليه تصير تصير تصير. لا البطاطا احمد اليوم يا فهد اليوم هي مفترة عليكم يا فهد. والله الملعب يحكم. اي احنا اليوم بس نتوقع. انا اقول انتم فوزوا على قطر. احنا والعماني في النهائي، احنا والبحريني في النهائي، انتم فوزوا على قطر. اي ما بتفوز. بس رجعت علي انا علشان يدخل يا عماني. انا ما مسوي لك شيء. ما حد وقف وياي. احد يد علي. انت وياي؟ اي معك. علشان الكابتن بس ان شاء الله العراق في النهائي. لا بس فعلا مباراة العراق وقطر مهمة. مباراة صعبة صعبة. صعبة كابتن. راح تكون صعبة جدا المباراة كابتن حبيب. مباراتنا؟ اي اكيد. يعني هو هذا الدور راح يكون صعب على الفرق. يعني ما بيتعويض. يعني اليوم الفائز هو يروح للنهائي. شلون نقدر نستثمر عامل الارض والجمهور بطريقه ايجابيه توصلنا للنهائي كابتن حبيب؟ اكيد احنا لازم بالبدايه شلون نتعامل مع المباراه. يعني شلون نضغط، شلون نكسب. حياكم الله. شلون بس كابتن بعد اذنك. ايه الاخوان جونا ضيوف من النجف الاشرف. وهذه الحلوى النجفيه كابتن. يا سلام عليك. شكرا تاجر الحلوى البحريني ابو مهنا فؤاد شويبر. شكرا جزيلا. اشهر محل حلوى في البحرين. في مقطع له في اليوتيوب علي. احنا كلمنا ها علي. ها علي. ها كابتن. في مقطع له في اليوتيوب اشهر تاجر حلوى في البحرين يقول ان اصل الحلوى البحرينيه من العراق تحديدا من مدينه النجف. موجود على اليوتيوب، اي واحد يقدر يبحث عنه ويشوفها. اعتراف بحريني ان الحلوى البحرينيه من النجف. اليوم وصلتنا الحلوى من النجف. واحد منكم يجازف ويفتحها حتى نحكم. أرجوك. شكرا حسوني. ارجوك جيت من النجف اليوم عشان نحترم. شكرا جزيلا حبيبي. بعد غسي جزيلا. الله ينعم عليك. حياك الله. وبارها كابتن راح تجرب. بعد اوقف يوم كابتن يونس حتى هو يحكم. لكن ما قول له مايك يا شباب. وين سجاد؟ كابتن يونس بعد عندنا ذواق. انفرد ولو اليوم ما جاب لنا حلوى عمانيه. جيبنا الحلوى العمانيه يا جماعه. يا علي سالم جيبوا الحلوى العمانيه يا شباب. عمانيه اصبر. نسيت انا. انت ما تنبه. اقول انفرد بالحلوى اليوم وسجل اليوم. البحريني بيسجل في المباراه. كابتن تجرب هاي على ما نجيب الحلوى. سجاد حلوى العمانيه جيبوها شباب. يلا ها كابتن يونس. برد برد. انت حين خلك عم حال حلوة. يوه قشاطة هذا. صح لك قشاطة. اللوزينة مو؟ ما يعرف القشاطة. يا اخي تعال انت. هذا دهينة كابتن. نسميها دهينة او لوزينة. ما يعرف قشاط مالنا. ها قشاط مالنا. والله فكرتهم على ام سمية. حسن ما يسمعوك الجمهور اذا ما تقربوا المايك. شنو كابتن بضوك يا بضوك. يا اخي لحظة. كيف انت بضوك كذا؟ جيبوها حبايب. لو بالله شو؟ يلا يلا. اعطوني الميوزك مال اوبني يا شباب على ما تخلص. والله كانه مال ام سمير والله. طيب كابتن يونس. كابتن يونس هاي الحلوى العمانيه. يا جماعه والله كيف؟ طيب بدون مجامله. هنا هنا مو انت بعد ذوق الحلوى العمانيه. خلص خلص. طيب الله هاي مال هذا مال احمد مو سيد احمد. الجلال والجمال والسناء والبهاء في النار في النار والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هواء في هواء الأرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يميل
ونتابع تصريحات الوفد الإعلامي الخليجي حول أجواء بطولة كأس الخليج 25. احنا أول شيء جينا مرتين، المرة الأولى جينا مباراة الودية، ضباط، عساكر، سواق، أهل بصرة، المطاعم، كلهم يرحبون فيكم، يقول هلا بيك هلا وبالضيف هلا، وهذه أخلاق أهل البصرة وأخلاق أهل العراق. بالعكس احنا ما شفنا إلا منهم إلا رحابة صدر وطيبة القلب. لما وصلنا العراق بأمانة حسينا الصدق إن خليج البصرة يجمعنا وهذه ديرتنا. كثير استانسنا، يعني كثر ما تمشي انت سواء في الشارع تمشي في الأسواق تشوف حفاوة الاستقبال تستانس. احنا هناك بسلطنة عمان يمكن ما نمتلك ملاعب مثل هذا الملعب، يعني أكون صريح معاك، ونتمنى ان احنا يكون عندنا في سلطنة عمان ملعب مثل هذا الملعب بهذا الجودة. الحمد لله رب العالمين، يعني بوادر خير كانت حاضرة من خلال الناس اللي سبقونا وزاروا البصرة ونقلوا صورة مميزة جدا حقيقة عن الأجواء اللي موجودة في العراق والتحديد في محافظة البصرة. الكل أبدى ارتياحه، الكل أبدى سعادته بتواجد الإخوان الخليجيين. أحلى شيء في دورة الخليج، ترى بالنهاية لو تسألني من اللي فاز بدورات الماضية يبي الوقت على أساس أتذكر، بس اللي أتذكره من البطولات كانت هي هذه الأجواء، وهي حلاوة دورة الخليج إنها تقوي الأواصر بين الأخوة وتعمل صداقات جديدة، وصير عندك أخوة في كل بلد خليجي تحب إنك أنت تكون يعني ضيف عليك يكون عندك أخوة فيه. نتابع منصة كورة للجماهير من العاصمة بغداد وماذا جاء فيها. بادرة خير وريد الشباب يفرحونه، منتخبنا عراس إن شاء الله فرحة للشعب العراقي بافتتاح 25 خليجي، وإن شاء الله الكاس عراقي. جاي من سليمانية على مود خليجي 25، نروح نشجع المنتخب العراقي. من خزاي كراري سر بارس جاي سليمانية، وحتى إدارة قرميان وهاتون بو أتشين بو بصرة بو تماشا كردني ياري عراقي ودارم عراق كاسي خليجي بسبيش بدس بيانيا و بو هواي كأسور روستم دولي كي بالاو كاري قرب بيني لياري كده، وإن شاء الله تفوز العراق والكاس للعراق إن شاء الله. إن شاء الله كاس الخليجي إن شاء الله للعراق، إن شاء الله نتوقع الفوز للعراق إن شاء الله، إن شاء الله يأخذون العراق بإذن معنا. منتخب لدى يقدم أداء كلش عظيم، وإن شاء الله الكاس يرجع لبغداد، وإن شاء الله الفوز عراقي في كأس الخليج بصراوي. حياكم الله من جديد. كنا نتحدث قبل الحلوة كابتن علي، شلون ممكن نستثمر عامل الأرض والجمهور للضغط على منتخب قطر باعتباره منتخب شاب ما متعلم على أجواء جماهير بهذا العدد؟ أكيد منتخب القطري يعني توقع يعني يوم غد أكيد راح شوي يرجع للربع الأول من الملعب أعتقد، وراح يدافع ويحاول على الهجمات المرتدة، لأن تعرف الضغط الجماهير ولاعبين شباب، بس إحنا بنفس الوقت لازم يركزون اللاعبين، خاصة اللاعبين الوسط واللاعب الارتكاز ولاعبين القلوب الدفاع واللاعبين المساكين اللي هم الظهيرين، لازم يركزون تركيزهم عالي، لأن تعرف الهجمات المرتدة عندهم لاعبين سريعين راح يعتمدون عليه خاصة ببداية المباراة، بس أتمنى من اللاعبين أن يكون تركيزهم عالي داخل الملعب. وأكيد مثل ما فضلنا قبل يوم أن تكلمت كان على المباراة، يعني يكون تحضير من قبل المباراة، يعني مو بوقت المباراة، من اليوم، من يوم أمس أكو عندنا مثل ما قلت عندنا لاعبين منتخب بطن موجودين بالكادر بالأعضاء الاتحاد، يعني داخلين بهاي الموضوع وهذه الهيج مباريات، لازم يكون التركيز عالي من اللاعبين. أتوقع أنا قلت مثل ما قلت لك أتوقع النتيجة عراقية إن شاء الله 2-0
عملية التحضير الذهني مهمة كابتن قبل الدخول للمباراة؟ أكيد طبعا، يعني اليوم المباراة هاي يعني هكذا مباريات لازم تتهيئ لها قبل يوم أو قبل يومين، لأنه المباراة كل المباريات اللي لعبناها بشفة، وهاي المباراة بشفة تعتبر مباراة نهائي، كل مباراة هي راح تكون مباراة نهائي. أنا أعتقد يعني فريقنا متهيئ لهاي المباراة، خاصة المباراة الأخيرة، المباراتين الأخيرة يعني شفنا طريقة اللعب وشفنا الإمكانيات اللاعبين، وأعتقد المدرب جرب أكثر من لاعب بالمراكز وشافهم غير بالتشكيلة. أنا أعتقد هاي المباراة ما راح يغير، راح يلعب نفس التشكيل، راح يرجع نفس التشكيل، لأنه بصراحة المباراة الأخيرة اللي غير بها يعني صار أكو خلل بعد ما غير تغير شكل الفريق. نتمنى أنه ندخل بقوة، لأنه اليوم أنت بارد تكسب المباراة، أول شيء تكسب الجمهور وتخليه بجانبك، تضغط من البداية. ربع ساعة الأولى مهمة جدا بالمباراة. جدا مهمة طبعًا. إذا سجلنا هدف بالثلث ساعة الأولى أنا أعتقد الفريق راح يتغير. شنو قراءتك علي للمباراة؟ يعني ان شاء الله المنتخب مستعد جيدا، وتدري يعني بطولة يعني العامل الزمني ما بين مباراة ومباراة، فان المدرب اضطر يسوي عملية مداورة ما بين اللاعبين انه حتى يحافظ على جميع اسلحته الموجودة. مباراة بكرة عملية الاستحواذ الكرة راح تكون مهمة، خصوصا ان المنتخب القطري هو اكثر منتخب مرر كرات صحيحة وبدون ارتكبوا اخطاء قليلة، فاحنا نحتاج انه عمليه الاستحواذ، عندنا عناصر خبره باستثناء لاعبين الاولمبي الرباعي الموجود، اما البقيه هم لاعبين خبره ومر عليهم هيك التجارب، لكن انه نشاهد انه الشارع الرياضي متفهم، يعني ما جاي ده يضغط. مشارع الرياضي هم نجاح البطوله اكثر من الجوانب الفنيه. اكيد هذا المهم عندنا، انه نجاح البطوله سدافيا نحله اكيد طبعا، يعني الطمع حلو وهذا حق مشروع لكل المنتخبات، لكن احنا نشوف انه الروحية المنتخب موجودة هي روحية جديدة، يعني سواء على الستاف واللاعبين. علي، شنو اللي اختلف بتواجد المدرب الجديد خيسوس كاساس بملف اللاعب المحترف؟ اكو تواصل بيناتكم؟ شنو رؤية تشيريد؟ يعني انه فاجئنا المدرب هو قبل لا يستلم انه طالب الداتابيس للاعبين جميعا، يعني هذا ما يعني نادرا ما حدثت، يعني احنا هذا شيء مفرح، انه المفرح الاكثر انه الكادر المساعد ويا كلهم محللين بيانات، يعني هذا ما راح يتعبوك، فقط هي التقط المعلومه وخلص، يعني بعد هو يبحث عن اللاعب، هو يتواصل وياه، هو راح يسافر له، يعني صارت انه سافروا زيد انا قباله وراح التقوا به، واكو يعني هيك خطوات مستقبليه راح تكون للجميع اللاعبين. شنو نظرتك عن المنتخب بعد بطوله الخليج؟ شنو اللي راح يصير؟ طمن الشارع الرياضي. احنا ان شاء الله يعني احنا نحتاج انه هي عملية توسعة قاعدة اللاعبين، انه ما نظل نعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين، حتى هي تخلق لك روحية المنافسة، يعني انت تشوف انت وين ما انه عندك لاعب او لاعبين مركز، مين ما عندك اربع او خمس لاعبين وتخلق بيناتهم الحالة التنافسية، الافضل منهم هو اللي راح يستدعى، وان شاء الله يعني احنا انت تعرف هذا المشروع أو قدوم كاساس للمنتخب هو مشروع 2026 كأس العالم، وربما أكثر أو أكثر إن شاء الله خل تنجح هي التجربة الأولى. متفائل أنت علي؟ أكيد أنا متفائل، يعني بتواجد كادر مميز، يعني حقيقة مو فقط كاساس، كل العناصر النجاح اللي ويا هم المساعدين، فإن شاء الله يعني متأملين خير، ومشروعنا مشروع طويل أمد، خصوصا أنه قاعدة اللاعبين راح تكون هي تولد 99,000 وصعودا، يعني هذا ممكن راح يضمون لك المنتخبات الوطنية على مدار 12 إلى 15 سنة. جيد، صلاح أعود لك مرة أخرى، غطيت بمعظم العواصم والمدن إذا تحدثنا عن بطولات منتخبات أو أندية، أكو شيء مختلف بالبصرة وبملاعب العراق لمسته؟ والله الاختلاف في الجمهور نفسه، في الجمهور، ثقافة الجمهور وحضور الجمهور. اليوم نحن نشوف يعني الجمهور العراقي جمهور محب وشغوف، وقاعد يشجع من الدقيقة الأولى لآخر دقيقة، لأنه يعتبرها احتفالية، يعتبرها عرس كروي. فأنت كيف يكون لما عندك عرس لأخوك أو ولد عمك تفرح من أول دقيقة لآخر دقيقة؟ الاحتفالية اللي قاعدين نعيشها نحن، أول ما أدش أنا داش فرح، الفرايحية هذه والابتسامات اللي توزع مقبل الجمهور
ما تلقاها في جماهير أخرى حقيقة اللي تواجد هني. اثنين، الجمهور العراقي نجمك، يحسسك بنجوميتك، يحسسك بوضعك، يحسسك ان الكرة القدم لا زالت بخير، يحسسك ان في مشجعين يشجعون لاخر رمق. وهذا اللي قاعدين نعيشه هنا في العراق، يعني من خلال استقبالهم، من خلال وضعهم، من خلال حبهم. بالنسبة للملاعب، الملاعب يعني مستواها عالي، ملاعب يعني لا تنقصها من الخدمات الا الاشياء البسيطة والتفاصيل البسيطة. الملاعب داخل يعني واضح بشكل جميل جدا، وسهولة الوصول. يعني انا حدثت لك مرة، اسف انت تتحدث، انه مباراة ما بيها طرف منتخب المستضيف والملعب يمتلئ 65,000 متفرج. يعني انه ما في جمهور قصدك؟ لا ممتلئ. اذا نتحدث عن مباراة العراق في جذع النخلة، ما كل منتخب و65 الف متفرج موجود بالملعب. 65 داخل، 80 داخل، و200 برا. تتكلمني في كل المباريات، انا اكلمك ترى صحيح هذه. صح. انا قاعد اشوف الناس، قلت لك تدخل. صارت بغير دولة شفت هيك شغف بغير دولة؟ حقيقة يعني ما شفت هالوضع، يعني انا ما شفت. عمان عمان يعني الوضع غير. يعني عمان انت، انا عارف، انا عندي تذكره بحضر، ما عندي تذكره ما راح احضر لانه ما عندي تذكره. يعني ما في ناس برع نفس هني؟ لا في برع، لكن مو مثل هني الوضع اللي هني. يعني انا اقول لك يعني الواقع مو مثل السكان. لا تنسى العدد، السكان اليوم تكلم البصره كم فيها بروحها؟ 5 مليون 5 مليون 6 مليون غير محافظات، غير محافظات، تكلم العالم كامل. يا 40 مليون 40 مليون هني، انت 5 مليون موجود في البصره. صح. تخيل انت، والكل يريد يشوف المباراه، والكل يريد يشوف المباراه بالملعب. اي بالملعب، بالملعب وبالملعب. لا لا تفهم غير ما تفهم. ماشي يا حبيبي، ما تفهم. واحد تقول لي بصيح، انا اذا ولا شفت الناس صراحه. ايوه بصيح. هذه النقطه، احنا ايضا موجودين هنا لعمل الرسائل كذا، رسائل مهمه للجمهور. انا انتم تتكلموا عن دخول وتذكره وتنظيم، فانا اقول لكم هو جاي يدخل، تنظم ما تنظم انا جاي ادخل. صح. فهذه يعني انتم واجبكم، لانه ايضا انتم ناس محبوبين ومتابعين. فعندما تذكر هذا الكلام يا جماعه، انت دقي تتفرج بس خارج الملعب، انا بشتري تذكره وما ادخل بس اتفرج على الناس اللي خارج الملعب. صحيح. لانه الحياه هناك. هذا الحدث يعني انا ممكن غطيت كاس العالم، وغطيت بطوله كاس العالم للانديه، وبطولات كثيره، وكاس الخليج قبل. يعني البطولات اللي تمر انت تشوف هنا البطوله في كل الملاعب، في كل الملاعب كلها ممتلئه. انت دائما تفرح. يعني انا في بعض الاحيان كنت انا في كاس العالم اقول ما راح ادش المباراه، مع ان انا عندي اللي هي الباجه الاعلاميه ان ادخل واشوف المباراه على كيفي ومرتاح. لما اشوف فرحه الناس، واللي حاضر، واللي يصور، اللي يصور ياخذ الصور التذكاريه، يقول لك يعني فتشي ما تصير هاي المباريات مره ثانيه. يعني اذا ما تصير انا لازم اوثق اللحظه، انا حضرت للملعب اطق لي صوره واطلع واقعد هناك، انا مرتاح نفسيا. لان اشوف اذا انا ما داخل غيري دخل. هذاك اللي شاف شاف بعيني انا، فانا لما اشوف بعين الشخص الاخر افرح، لان العراق لا زال بخير. هذول ناس محبين كره قدم. صحيح. ناس عاشقين لكره القدم. انت تشوف واحد، انا ما اتعب مع الجمهور حقيقه في العراق، ما تتعب مع الجمهور، ما يحتاج يدور على ماده معينه. انت يعني غزير بالموارد والطاقات، وغزير بانك انت تعمل ماده اعلاميه. انا اليوم لو عندي تليفون، عندي تليفون، راح اصنع ألف وألف حاله. لما نقول بلد الحضارات يا جماعة، بلد الحضارات والثقافة، بلد يعني عامر بالأشياء والمواد. فالناس اللي حضرت للأمانة، اللي حضر وما استفاد، يعني أنا مثل ما قلت، إذا ما راح تنجم في كاس العالم ما راح تنجم في كاس الخليج. أنت مادة دسمة موجودة. العراق ما يحتاج أنا أخذ مادة من برا. أنا لو أروح لك هني ألف حال. وكل شخص تلقى 100 قصة. 100 قصة. وكل شخص له قصة معينة، وكل شخص ممكن تفاصيله هذه نحكيها للناس. اليوم الرسائل كابتن يونس يقول القلاء، والله ما نزيف، نقول الشيء اللي بخاطرنا، نقول الشيء اللي مقلبنا. اليوم سفراتنا وطلعاتنا ونمشي ونرجع، اليوم اللي شفناه هني هذا حال يعني ووضع الشارع الرياضي الحقيقي الحقيقي ويدرس. يعني نتفاجأ بالأشياء هذه. كنا نسمع لكن لما شاهدنا غير، والسمع غير. فاللي يسمع تعال وشوف في ارض الواقع. انا ما راح اقول لك، نحن نقلنا الصوره، الباقي عليك انك انت تزور العراق وتشوف وضع العراق. بهذه الرساله فهد، يوم امس انت ذكرت لي ملاحظه مهمه، قلت انا اعتب على الاخوان بالسعوديه، التغطيه الاعلاميه ما كانت بمستوى الحدث. اعتقد ان حتى الاحداث الرياضيه في المملكه العربيه السعوديه اهتمت بها وسائل الاعلام السعوديه، ويمكن قصرت في جانب التغطية.
الإعلامية على خليجي 25. الجانب اللي احنا كنا يمكن يعني القطعة اللي عشان يكتمل الإعلام الرياضي في خليجي 25، لأن احنا يعني إن كن كل التقدير والاحترام للإعلام السعودي اللي له تأثير إيجابي بالتأكيد، وأكيد غيابه راح يكون يسبب أكيد يعني شيء ناقص عندنا في العملية الإعلامية. إذا أزيد على كلامكم، أنا على الكرم اللي موجود اليوم شفت كرم خارج الصندوق، تعبئة الوقود من محطة الوقود راح انبالي الاسم، بس لصاحبها مصلح التميمي اللي مشكورا وجه بجميع المحطات التابعة له، محطة اللؤلؤة بالجزائر، لؤلؤة الباصرة، نعم، تعبئة جميع السيارات الخليجية بالمجان. واليوم رحنا بدعوة منه كريمة علشان وجبة الغداء وتشرفنا. هذه من اول يوم، من اول يوم 3 يناير من اول البطوله. صحيح، انا عملت عنده لقاء وبس هذه الرساله، قال اي احد هني في البطوله الخليجيه انا مالك واول مستثمر. صحيح، اللي هي عراقي لتعبئه الوقود. فاحنا نقول شنو اخوي صلاح، في كرم لكن بعد في كرم ابداعي. لما نقول اخر مراحل سمو الكرم، انا ما اعرف شلون نرد الجميل الصراحه. بالعكس ما سوينا شيء، وهذا اقل شيء نقدمه، لانه انتم اخوتنا واهلنا. كابتن يونس الكلمه الاخيره لك قبل لا ولو خلصت الحلوه النجفيه. حلوه النجفيه ولا محتفلين العمانيين بالحلوه من ليله المباراه. انا باكر ما يدك البحرينيين لك لو انه لا انت اكلت انت خلاكم تجربون يا جماعه. انا معك يونس، بكره الحلوه البحرينيه موجوده عندك احتفالا بالفوز البحريني. ايه قوي هذا بحريني ما تغلبونا. انا البحريني ما تغلبونا، وشعار سيفي والخنقر عمانية، وشعار سيفي والخنقر عمانية. وين الخنقر بعد اليمني؟ ما واجبنا اليوم. بكره ان شاء الله، بكره يكون موجود. عندك كلمه لو اختم؟ عندي كلمتين بسيطه. يعني شوف، احنا كره قدم والفوز والخساره هذا ما يعكر صفو تجمعنا والحضور الجماهيري هذا. نتمنى انه استمرار شخصي، انه نتمنى استمرار العراق بالصوره هذه لصالح البطوله، لاني انا شخصيا صارت عندي تخوفات. شفت قطر بالليل واتفرج على قطر بتلعب المباراه الاخيره مع الامارات، فشفتهم كويس يعني، تحللت زين بهدوء ووحدك، فشفت الفريق ثقيل، الفريق القطري فريق ثقيل فعلا، تخوف يعني يخوف. وهذه اسال فهد، قل له منو ترشح اللي راح يصعد اثنين النهائي؟ تاخذ من فهد والله، يمكن شي يقول العكس. انا بقول لك ايش بيرشح هذا، تعرف بيرشح من؟ ايش؟ عمان وقطر. لا بنغلاديش والهند والنيبال. والنيبال هذا يجيب لك حد ثاني عشان يشيل الضغط من الفريق البحريني. يا اخي الفريق البحريني اكبر مرشح للبطوله. اي صح، من الفرق كلها. صحيح، كنا خايفين منه. نعم، فنيا من يفوز فنيا بخف بطولات الخليج؟ ما حد فاز افضل فنيا. الامارات في 2013 في البحرين. لا بس عندك فريقين يا فهد، تلعب بفريقين في خلال البطوله، فريقين تلعب فيهم وانت اجهز من اي حد. الفريق العراقي عاد هدى نفسه شويه، غير ريح الفريق بعد مباراه السعوديه والامطار، خفف الحمل على لاعبينه وخلاهم يريحوا. ولا يا كابتن الحين احنا بنرسل رسائل يا علي، احنا ناس الناس. ورسالتك على البحرين؟ جلستكم حلوه والله. شكرا جزيلا لجميع الحضور، سعيدين بتواجدكم اليوم، وان شاء الله تكتمل السعاده يوم غد بنجاح المباريات وتحقيق نتيجه ايجابيه لمنتخبنا الوطني. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمه الله.